مرحبا فيكم في ترند. نبدأ أخبارنا بخبر حصد تفاعل كبير عبر منصاتنا الاجتماعية في مملكة البحرين لطلبة في جامعة البحرين. حصدوا المركزين الأول والثاني في فعالية هاكاثون التحدي في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي تخدم قضايا مملكة البحرين، وفاز بالمركز الأول مشروع استخدم فيه الذكاء الاصطناعي لعرض الملابس البحرينية التقليدية مثل ثوب النشل وثياب الزري بهدف تنشيط صناعتها، وفاز بالمركز الثاني فريق قام بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على رسومات الفنان القدير عبد الله المحرقي بهدف حفظ أسلوبه المتميز في الرسم. نبارك لهم هذا الفوز ونتمنى لهم كل التوفيق. يحتفل العالم في 15 من فبراير باليوم العالمي لسرطان الأطفال. هذا اليوم يهدف لزيادة الوعي بسرطان الأطفال وللتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم، ويتم التوعية بكل حقوقهم من ضمنها التشخيص المبكر والسليم وحق العلاج والحصول على الأدوية. رب شافي وعافي كل مريض من كل شر ومكروه يا رب. مشاهدينا، توصلت دراسة جديدة إلى أن مادة كيميائية موجودة في منتجات تجميلية تستخدمها النساء يوميا مثل طلاء الأظافر قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأوصت الدراسة أنه يجب التحقق من المحتويات الكيميائية لمنتجات التجميل قبل الاستخدام. بدورنا في برنامج ترند سألنا أهل الاختصاص عن صحة هذه الدراسة المتداولة. خلونا نسمع رأي البروفيسور دلال الرميحي استشاري القدد الصماء والسكري في هذا الموضوع. مرحبا، لبرنامج ترند بخصوص دراسة منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي أن طلاء الأظافر يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني. خلينا نفكر في الموضوع مع بعض، لأن أحياناً العناوين تعطي الموضوع أكبر من حجمه. الدراسة أساساً على مادة الثاليت، وهي مادة موجودة حوالينا من تقريباً 50 أو 60 سنة لتسهيل التعامل مع مادة البلاستيك. فهي موجودة في الشامبو، في مستحضرات العناية بالبشرة، في العطور، طلاء الأظافر ومواد أخرى كثيرة. والهدف من الدراسة البحث عن السببية، يعني هل السيدات المعرضات للثاليت يزيد عندهم السكري أو لا؟ في رأيي الإجابة لا. فهذه الدراسة نظرت إلى 1300 سيدة على مدة 6 سنوات، وبعض السيدات زاد عندهم السكري والبعض لا، فلم تثبت السببية. مثلاً السيدات ذوات البشرة السمراء أو من أصول آسيوية ما زاد عندهم السكري. فلا داعي للقلق أو التوقف عن استخدام هذه المنتجات حتى الوقت الحالي، ولكن تظل رحلة البحث العلمي مستمرة حرصاً على أي مواد قد تضر صحة المستهلك. وأتمنى دائماً لكم الصحة والسلام. مع عالم الواتساب وآخر التحديثات اللي فيه بسبب بعض القيود اللي ما حبها أغلب المستخدمين مثل حجم الفيديوهات وعدد الصور المحدود اللي يقدر يرسلها دفعة واحدة، بناء على ذلك تم إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين من إرسال 100 صورة في الرسالة الواحدة. وهذه الميزة راح تسهل من مشاركة ألبومات الصور مع الأصدقاء بشكل أفضل. ولكن في نفس الوقت المستخدمين في تساؤل، متى راح نشوف الصور بكواليتي أعلى؟ تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوري يتطوع لتسهيل عمل فريق الإقاثة السعودي في المناطق المنكوبة في تركيا ليعمل كمترجم معاهم. هذا الطفل مشاهدينا أبهر الجميع بأخلاقه وذكائه وتعاونه. خلونا نتابع. الساعة 10 مترجم هذا اللي خلاص. اي والله احمد، لا هذا احمد هذا مترجم ومتطوع بعد طوره والله. من الساعه 10 هو جالس معانا. عبد الله بس خليه هذا. هذا احمد من سوريا 11 سنه، من امس وهو معانا بابتسامه وباخلاق وسريع فزعه معانا في اي شيء ومتطوع ويسعد. والله يسعد بابا، جيب لنا الحجار كل ما جاب شيء اي شيء ناقص تجيبه. اي شكوى المريض يترجمها لنا. والله اي شكوى المريض يترجمها لنا يا بركات. عظيم يا احمد سوريا عظماء. هذا احمد الجري على اوه 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 الله 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 ما يساعدني يجيب لنا الاقراض. والله ابطال. الله هو مع الطائر الان.
يلا يلا الله يوفقكم يا رب، الله يوفقكم يا رب وياكم. شوفوا الثلج هناك يا جماعة، شوفوا الثلج شايفينه، شوفوا الجبال، شوفوا البرد. مشاهدينا بهذا الخبر وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعات البحرين عبر تطبيق بي إتش تي في إن راديو. مع السلامة.